بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله أجمعين. نبدأ اليوم إن شاء الله بالمحادثة أو اليونة الثانية من كتاب المحادثة المستوى الثاني، وهو الـ Person to Person. I've heard a lot about you. لقد سمعت عنك كثيرا. إذن العنوان مال هذا اليونت هذا هو يقول لقد سمعت عنك كثيرا. What topics do you usually talk about when you first meet someone? ما هي الأمور التي تتكلم عنها أول شيء أولا عندما تلتقي صديقك أو صاحبك لأول أو شخص لأول مرة؟ راح نتعرف إن شاء الله عن هذا الأمر. كالعادة راح نبدأ بمحادثة ما بين لز ولوز، لوز ولز، لوز ولز. إذا لوز ولز، واحد اسمه لوز والآخر أو الأخرى لز. هاي سوري I'm late. مرحبا اعتذر عن التأخير. That's okay. We just got here. لا احنا قبل شوية وصلنا. This is my friend. هذه صديقي وهذا صديقي. Andrew. Andrew. This is Liz. Andrew وهذا Liz. يعني شلون مثلا اقول انا قاعد اقول لأحمد أحمد هذا علي. علي هذا أحمد. طيب. We met in the class last year. احنا التقينا السنة الماضية في نفس الصف. انجو جاوب. Hi Liz, nice to meet you. مرحبا يا ليز، من يعني تشرفت بحضرتك. Nice to meet you. Hi انجو. I have heard a lot about you. لقد سمعت عنك كثيرا. Liz. Just got back from Hong Kong. نعم لقد وصلت من هونغ كونغ. Really حقا؟ How is it? كيف هي؟ It was amazing. كانت رائعة. You went to rock concert there. ذهبنا إلى الروك كونسرت اللي هو مسرح الروك. شو نقول على مسرح الصخرة؟ Didn't you? هل فعلت ذلك؟ Liz, yeah, نعم. My friends are in a band. أصدقائي دائما يعني in a band، يعني خلينا نقول شلون على سوية يعني يروحون يجون يعني. They also gave me free tracks tickets. وهم حتى يعني حتى التذاكر بلاش لأن إحنا أصدقاء. I hear you a good bass player. Bass player. طبعا ده يتكلم فيقول لقد سمعت هو يقول لقد سمعت يعني هو سامع بأنه هي جيدة يعني هي جيدة ب يعني هو دي يقول لها انه انا سمعت بيك بانه انت عازفة باص نوع من الموسيقى جيدة، يعني انا سمعت بيك انه انت خوش تعرفين او يعني جيد ب سمعت بيك بانك جيد بالعزف موسيقى. لز قال لها I'm not bad. يعني أنا زين مستواي مو كلش زين بس يعني شيء مقبول. But I haven't played that much recently. وصراحة أنا ما عازف صار لي هواي يعني تارك العزف. Do you play music؟ هل تعزفين موسيقى؟ Ian Joe. Yes I do actually. My friends are having jam session this weekend. نعم إحنا عندنا جلسات جيم هذا الأسبوع وأيضا نروح على
موسيقى. Do you want to come؟ هل تود أن تأتي؟ This guy sounds cool. يعني ليش لا؟ عجبني هذا الشيء أو خوش فكرة يعني. نفس النظام اللي أخذناه بالمحاضرة السابقة عن اليونت الأول، عدنا في شيء باللون الأصفر، وهذا اللون الأصفر الحفظ. Introducing a friend، شلون نقدم الصديق مالتنا؟ نبدأ باسم الشخص. Liz, this is my friend فلان. يعني أقول علي، this is my friend أحمد، يا علي هذا صديقي أحمد. إذن هنا هذا الـ هذا الـ هذا اللي هنا Liz, this is my friend كذا. علي، this is my friend أحمد. أحمد، this is my friend علي. يعني هيك نفكر الأسماء واحد مقابل الثاني وإلى آخره. طبعا هاي nice to meet you أول كلام راح يقولك يا الواحد هاي nice to meet you مرحبا مسرور بلقائك. هذا أول كلام الواحد يقوله من يلتقي بيك لأول مرة. طبعا الجواب راح يكون hello it is nice to meet you too. راح أعيد هذا الكلام مرة أخرى. Introducing your friends اللي هو التعرف على الأصدقاء. شلون التعرف على الأصدقاء؟ تقول علي this is أحمد، أحمد this is علي، وتعرف واحد على الثاني. طبعا إذا تعرفت على شخص فضل أن تقول له هاي أحمد أو هاي علي أو هاي عمر أو هاي أحمد أو إلى آخره. It is nice to meet you من الدواعي سرور رؤيتك أو تشرفت بشوفتك. طبعا الرد عن الواحد اللي يقول لك هيك راح تقول له هلو، هو يقول لك هاي ترجع تقول له هلو It is nice to meet you too، وأنا أيضا تشرفت بك. هذا لازم ينحفظ ومهم جدا. نأتي الآن إلى موضوع making small talk، يعني تركيب كلام صغير أو قصير، تركيب جمل قصيرة. I hear you are good bass player. سمعت أنك عازف موسيقى جيد. Yes I do. I play keyboards. No I don't. I am afraid I don't. إذن احنا دائما نقدر نبني حديثنا بنفس الصياغة. I hear you are good bass player. Okay. مثلا اقول I hear you are good. مثلا you are good in football. سمعت انك جيد بكرة القدم. You are good at computer. انت جيد في الكمبيوتر. الجواب I am not bad. أنا لست سيئا. Do you play music? How often do you play? واحد سألنا عن اللابتوب يقول له I am not bad. أنا لست سيئا. معناها أنا مستواي زين، يعني زين مستواي زين وجيد يعني. إذن I hear you are good. سمعت أنك فلان جيد بكذا قضية. أي موضوع كان، أي موضوع كان عندنا باللابتوب، بالإنجليزي، بالصوت، بالنحو، بالمحادثة وإلى آخره. طبعاً الجواب على هذا الموضوع ممكن يقول No, yes, I do. No, I don't. ممكن يكون الكلام I'm afraid I don't وإلى آخره. عندنا طبعاً هذا البراكتس جميل جدا ايضا اتكلمنا على هذا القضية. فقال لنا مثلا على سبيل المثال يقول لك عندك هنا ذن الجمل ميوزك بلي I hear you are a good musician or play music أو I heard you are good class player سمعت بأنك لاعب كرة شطرنج جيد. Yes or no. I heard you cook very well. Or you like cooking. أنت تحب الخبز. Yes or no. وإلى آخره. Yes, I am not bad. I am good. يعني وإلى آخره. Tennis player. وإلى آخره. يعني الواحد راح يقول لي وأنا راح أجاوب. واني راح أجاوب. رقم ثلاثة making small talk. إذا بدأنا الحديث لما الواحد يقول لنا let's just
got back from Hong Kong. جاءت هذه الفتاة أو كذا فلان من هونغ كونغ. إذا قال لي سمعت هذا الكلام أنا ممكن أعبر عنه شو أقول؟ أقول it was amazing. طبعا يعني أذكر المنطقة مالتي. يعني أنا مثلا قلت يعني على سبيل المثال أنا قلت أنا من هونغ كونغ. واحد قال really? How is it? كيف هي؟ How long were you there? صار لك إيش قد هناك؟ What did you do to there? ماذا تفعل هناك؟ هاي الأسئلة اللي أنا ممكن واحد عرف يسأل لي إياها وأنا جاوب بقول له it was amazing كانت رائعة. إيش قد بقيت؟ Just 5 days 5 أيام. I went on to a rock concert رحت حتى أشوف هذا الحفلة. Why ليش رحت؟ How طبعا هاي أسئلة اللي ممكن إحنا نتعرف إليها ونجاوب عليها really how was it كيف كانت it was amazing how long were you there قد بقيت هناك 5 أيام what did you do there ماذا فعلت هنالك I went to the rocket concert رحت هناك حتى أشوف هذا المؤتمر. أنا برأيي الشخصي هاي البلان بالأصفر لازم تنحفظ مثل الاسم دين كلش مهم كلش مهم. نأتي الآن إلى on a separate piece of paper quickly write it down. هنا يقول something you did recently. هنا يريدنا practice. يقول اكتب لنا في الموضوع أنت يعني فعلته مؤخرا. شنو مثلا خلينا نقول أنت شنو الأشياء اللي سويتها هذا الأسبوع. أوكي. واكتب the last place you visit. آخر مكان زرته. آخر فيلم شفته وآخر مسرحية حضرته. آخر شيء شنو لنا اكتب لنا عنه أوضح لنا إياه. ياباني شفت كذا أحب ذهبت إلى كذا مكان وإلى آخره فنكتب عنه. وطبعا نقدر نسوي حديث عنه أنا وزميلي أقول له نفس الحكي اللي أخذناه هسا قبل شوية. I went to على سبيل المثال to أربي مثلا حتى أحضر عيد نيروز مثلا على سبيل المثال. راح يقول لي هو really how was is it كيف كانت أقول له it was amazing. راح يقول لي how long you were there إيش قد كانت صرت هناك أقول له ظليت أسبوع كامل. زين when did you do there what ماذا فعلت هناك I watch people شفت الناس I eat Kurdish food أكل الطعام كردي. إذن هذا هو المقصود بهيج يعني ناخذ مكان زرته واحد شي عنه مثلا شي شفته أنت خلينا نقول مثلا حضرت مثلا على سبيل المثال حفل تكريم مثلا حفل تكريم الأوائل على جامعة بغداد أو مستن صغير راح يقول لي واحد really how was it كيف كانت اقول له مثلا بدل ما اقول له amazing اقول له fantastic اقول له مثلا اضيف لهاي الصفات من هذني اللي هو منطيني اياها هنا. طيب how long was there is قد بقيت هناك 2 hours ساعتين. Why did you go there ليش انت رحت هناك to watch the students successful students حتى نشوف الطلاب ناجح نشوف الطلاب الناجحين. طبعا هنا عندنا هذا بالنسبة لي البراكتس. نجينا هذا موضوع الاستماع listen to the examples نفس الحالة يقول استمع إلى الأمثلة وبعدين اعمل جروب أنت وزملائك A و B و C وبدأ تكلموا عليه وإلى آخره. هذا يكون عملي يعني يكون في الصف. طبعا هنا يعني عندنا محادثة بهذا الموضوع listen to this استمع إلى هذا. طبعا عندنا محادثة يعني هذا الموضوع المفروض أحد من زملائكم بالصف يقوم الطالب يقرأ النص بدون ترجمة وبدون كل شيء يقرأ شوية يعني سريع وورا ما تقرونه يقوم طالب آخر يكتب الأماكن اللي سمعها. مثلا أنا أقوم تحكي أقول yesterday I went to Najaf and I visit blah 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 I كذا 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 I go to Karbala ذهبت إلى كربلاء. Okay
فهنا احنا راح نكتب الاماكن يا بمكان نجف، كربلاء، هنا مثلا مسجد كذا، هنا مثلا مقام كذا كذا والى اخره، نبدا نكتب. فهنا شويه يريدنا صاحب الكتاب ان نطور من الاستماع مالتنا، يعني هذا المفروض بالصف الاستاذ يطبقه ويسوي. هنا عندنا التكملة أيضا person to person A and B. هنا أيضا عندنا student A part A، أيضا عندنا قائمة شخصية A شخصية B بهاي الصفحة. طبعا يعني مثل ما نشوف احنا students A and B read the information، يقرأ المعلومات، and then you will meet at a party for students for new students، راح تلتقي ناس بالحفلة جدد. طبعا الحكي اللي أخذناه كله هسه راح نقعد نطبقه، راح نلتقي بأشخاص جدد، وهاي الحفلة يكون فيها شخص غريب ويتعرفون واحد على بعض، ويسأل النوب كيف كانت كذا، يقول له كذا، إيش قد بقيت كذا، نفس الأسئلة اللي أخذناها بالضبط، وماكو بيها أي شيء جديد. وطبعا هذا الموضوع يكون عملي. مثلا على student someone your information، طبعا هنا واحد راح يكتب المعلومات، يابا مثلا انا اسمي فلان التقيت بصديقي كذا، وهذا صديقي عنده صاحب له غريب، فانا راح اقول له، فهو راح يعرفني علي، يقول لي مرحبا صديقي محمد، اعرفك بصديقي عباس، مرحبا عباس، اعرفك بصديقي محمد. انا راح اسال نايس تو ميت يو، احنا ذكرنا بين دائما نقول هلو نايس تو ميت يو، هاي نايس تو ميت يو، هو راح يرجع يقول لي هلو نايس تو ميت يو تو، مرحبا وانا مسرور بلقائك مره. انا ايضا هذا الحكي اللي اخذناه، شوكو شيء او ملاحظه اخذناها باللون الاصفر راح نطبقها ونسويها من خلال المحادثه اللي اخيره. مثلا انا اساله، ورا ما عرفت على نفسي اقول له I hear you are good singer، سمعت انك مغني جيد، راح يقول لي yes I am، او راح يقول لي نعم I like singing، اغني احب الغناء. بعدين نكمل على سبيل المثال اقول له مثلا do you come here، هل تأتي هنا، او يعني من وين انت جاي، يابا انا جيت من بغداد. حلو، شلون بغداد؟ it is good amazing، ايش قد كنت ببغداد انت، يعني باقي ببغداد، سافرت او الاربيل، يابا انا سافرت 5 ايام. ليش جاي هنا انت اليوم؟ انا جاي على مود حفلة اصدقائي عندهم عريس، عند صديقي عنده عريس. فهذا كل ما موجود بالنسبة لي اليونت الثاني.